أمانة بغداد أنا أعتقد أن هي يعني لو تسمي نفسها أمانة الرصيف بس أفضل هواية. لا تخطيط عمراني، لا عملية إضافة، صار لها 25 سنة، خلينا نقول بعد التغيير 20 سنة، سوق شعبي ما سوت لها، أسواق مركز، أسواق جملة جديدة ما سوت. فبالنتيجة إحنا إيش محتاجين؟ محتاجين لأسواق جديدة، أسواق جملة، علاوي جديدة، وهذا الموضوع هم يسحب البطالة وهم يسحب لا. لكن إحنا من نجي على التخصيصات توضع بأمانة بغداد البلديات 80% من عندها تروح أرصفة، أرصفة ومشاريع حائقة بيشوفها المواطن. خلف الله على لجنة الجهد الخدمي أخذت لها كل سنة تريليون تسوي مجسرات، ولولا لجنة الجهد الخدمي بنشوف مجسرات من أمانة بغداد لو بعد 100 سنة.